شباب يتبولوا بالقصعة ويشربوا. بصيدنايا الأدرينالين على طول عالي من الخوف، يعني لدرجة إنه واحدنا بيسمع ضربات قلبه وضربات قلب اللي حده. آخر شيء إنه عملت هيك، فتح عيونك. أنا بعرف إنه من فتحت عيوني راح أعدم. ما رضيت فتح عيوني. كل وجودنا بصيدنايا عبارة عن هيك، ونحن عرات. هاي قعدتنا عند الحيط، بفوتوا هن بيضربون. كيف نعرف انه قلب النهار؟ نسمع صوت. مين عنده جسي؟ مين عنده فطيسي؟ هذا كل يوم كنا نعرف انه قلب يوم جديد علينا. حمام الدم. وين الدنيا تروح تشوف شو في هني؟ الباب معطيني احساس انه انا طالع، في احتمال اطلع. انه كنت قريب كثير للموت. بس حكاية محمد الشريف في الجزء الثاني يا حرية على تلفزيون سوريا في الأوقات التالية.